على دمكم اللي انتوا بتعملوه ده. انا جيت اهو قدمت في مدرسه الارهاب. عارفين انا جيت قدمت هنا ليه؟ ليه؟ عشان بيقول لك هنا بيوفروا فرص عمل بعد التخرج. اوه، هو احنا هنتخرج؟ ما احنا بعد ما ننفجر هنتخرج من الدنيا يا مامي. يا جماعه احنا جايين هنا مكان اكاديمي علشان نتعلم الارهاب. قدامك اهو وكر الارهاب النموذجي. انا مش عارف ايه اللي خلانا طواك واجي معاك اكاديميه الارهاب. كان نفسي اروح اكاديميه امينه شلبايه اتعلم التجميل والموضه. يا وكسه امك فيك يلا. بقول لكم ايه، احنا مش هنبقى ارهابيين بجد يا جماعه، احنا بس هنقولهم ان احنا فدائيين مؤمنين بالقضيه الشويتين دول، واول ما يكلفونا باي عمليه هناخد القرشين ونخلع. وبخصوص موضوع الهروب ده انا عندي فكره جديده ما اتعملتش قبل كده. ايه؟ احنا نحلق دقوننا دي نعملها دوجلاس ونطلع على مطروح. دي جديده ها؟ محدش عملها. طب بقول لك ايه، سيبك بقى من موضوع الهروب ده. ها، اهم حاجه اللي اتفقنا عليه امبارح يا جماعه، غيرنا اسامينا زي ما اتفقنا. ها، كل واحد كده عامل له شخصيه وطريقه بيتكلم بيها، تحكي عن تاريخك في الارهاب، عمليات جامده عملتها. انا عايز الامير يحبنا ويحترمنا. بخصوص موضوع الاسامي ده بالذات اطمن. بس بقول لك ايه، ما تعملش زي الواد المايع ده. ليه؟ عمل ايه امبارح؟ اقول له اسم توتو ده هيودينا في داهيه، شوف لك اسم كده راجل ناشف يخوف. اساله الصبح يقول لي هبقى توتو الشرير. يو بقى، لو انتوا مخنوقين مني والله العظيم اكل شيبسي بالشطه واموت نفسي دلوقتي. يا ريت. احنا هنقتلك بعدين ما تقلقش، اصبر على رزقك. يا جماعه لازم دلوقتي تحسوا ان انتوا ارهابيين، كل واحد مننا هيبقى ارهابي. ارهابي 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 ارهابي. افدي الخليه الارهابيه دمائي اموت اعيش. أموت أعيش وأشرب حشيش، أموت أعيش وأشرب حشيش، وكفاية أشوف قنبلة بتنفجر قدامي قدامي، قنبلة بتنفجر قدامي. إرهابي 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 ارهابي. يلا انت اقعد هناك كده يا ابو معروف. عامل ايه؟ احنا جينا في الميعاد اهو. طب كويس ان انتوا جيتوا، اقعدوا بقى على جنب كده. استنى نشوف التليفون مين معاه التليفون. استنى. الو، انت مين؟ انت بن لادن؟ انتوا ارهابيين بقى وقاعدين مع بعض وبتروشوا عليا على الصبح؟ انت مش مت؟ انت اسمك على اسمه. طيب ايه، جبتوا الفلوس والتمويل جاي؟ والله العظيم. طب قولوا وحياه صفي ناس كده. اطلب منكم طلب، لما تخلونا افجر نفسي خلونا افجر نفسي في صفي ناس، عشان حاجتين. الاولى ان انا نفسي اشوفها، الثانيه ان انا لو فجرتها اخش الجنه حتف. عشان دي مدمرة الجيل كله، دي مدمرانا انا شخصيا، مش عارف اقف بسببها والله. طب تمام، ومين اللي هيجيب الفلوس؟ تمام. طب وكلمة السر ايه؟ سر مش عايزين تقولولي؟ طب انا هفهم منين يعني؟ اللي هيجي ده افهمه ازاي؟ طب تمام ماشي. يلا يلا، ربنا ينتقم منكم. يلا سلام، باي باي. طب الحمد لله يا يرد في كل حاجه. انت مين اللي بيرزع على الباب كده يا عم؟ احنا ضيوفك، شوف انت. يا شوف انا. انت مين اللي بيرزع كده؟ افتح يا شيخ. ولا ترزعش كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده ايه الثلاجه اللي دخلت علينا دي؟ انت في كنز جوه؟ في كنزات؟ كنزات ايه؟ انت ايه يابا؟ انت مين؟ انا المدعو ابو عيشه. ايه ده؟ انت الشاب خالد؟ يا ابو عيشه، لو عيشه عيشه ايه كوتي مو؟ عيشه دون بابا. مش انا اري بس يا والمصحف مالا؟ يا عم سيبنا اتبسط شويه يا عم، هو كله هم كده؟ براحتك. طب انت مين؟ ابو عيشه مين؟ ابو عيشه ورحاب ورباب، شويه اطفال كده. انت اطفال، انت متجوز؟ لا.
امال انت ابو عيشه ازاي؟ احنا عندنا في الجماعه لازم كل واحد يسمي نفسه ابو حاجه. في اللي بيختار ابو عيشه، في اللي بيختار ابو الفتوح، في اللي بيختار ابو اسماعيل. انت تحب تبقى ابو ايه؟ انا ابو معروف. ابو معروف مين؟ انا معرفكش. بس ما تعرفنيش؟ لا. انت بس خش على جوجل واكتب محمد صلاح شوف هيطلع لك مين. بس انا معروف. انت تعرف حماده زقله؟ حماده زقله مين؟ تعرف عبده البقره؟ بقره. انت بتروح التعاون؟ تعاون ايه؟ يبقى انت ما تعرفش. اقعد يا عم على... استنى يابا، انت كلمه السر ايه؟ انا ارهابي. ارهابي انا. يا دي السعد يا دي الهنا. تمام. لو سألتك انت ارهابي تقول لي ايه؟ اقول لك ارهابي وابن ارهابي والارهاب الله عليك. الله عليك يا شيخ. اهلا وسهلا. طب اتفضل اقعد. الاميره هيجي. دي الفلوس؟ كله تمام. الامير دلوقتي عشان اتعرف عليكم بقى عشان انا ما اعرفكمش. معاك المجاهد سحلب ابو فتله. ايه ده؟ انت تعرف المجاهد سكر بره؟ ده احنا متقلبين سوا يا جدع. طب سلم لي عليه بقى. اخوك وحبيبك المجاهد ابو العربي. السلام عليكم. عليكم. المجاهد ابو شمسه. المجاهد ابو زعبة. منورنا والله العظيم. بعدين في التليفون ده انا خلاص كده. الو. الو. مين معايا؟ انا وزير الداخليه. انت كمال الشناوي؟ ايوه انا وزير الداخليه كمال الشناوي. طب انت عايز مني انا ايه؟ اسمع يا ابني اسمع اسمع. ايوه. انا عاوزكوا تسيبوا الوكر ده فورا فورا فورا. نسيب الوكر ليه؟ انت مجنون. ده نرمي عليك انابيب من المجمع عندنا فرتك لك الدنيا. يابا مجمع ايه؟ احنا في وكر تافه. ركز. ايوه. عايز ايه بقى؟ انا مش عايزكوا تفكروا اي حاجه. اسمع يا ابني انا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. طلباتكم ايه؟ احنا عندنا مطالب وعايزين ننفذها. انت مطالبك ايه؟ انا نفسي في شجع. انا نفسي في عربيه. وانا نفسي في فيسبا. وانا نفسي القى نفسي واد حبيبي وبيه. والله انا عسل. ايه ده؟ هتودينا في ده يا ابو معروف؟ بس يا عم بس بالثلاجه اللي انت جايبنا لنا فيها دي. الو. اسمعني كويس يا ابو معروف. ايوه. انت عرفت اسمي منين؟ ما انت فاتح السبيكر يا غبي. طب انت سمعت المطالب؟ انا سمعت المطالب. مطالبكم ديت انا مش هنفذ منها حاجه ابدا ابدا ابدا. ليه؟ انتوا اخركم معايا وجبات من ماكدونالدز. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا احبه. طب انا مش بحبه. انا مش بحبه. ما احبوش انا ماكدونالدز ده خالص. اكله عافيه يعني. ها يا اخوانا الوزير مش عايز ينفذ لنا مطالب وبيقول لنا اخبطوا دماغكم في بعضيكم. اثبت على موقفك يا ابو معروف. احنا لو مشينا ورا الحكومه هترسى على فول وطعميه. في اوروبا والدول المتقدمه بيقول الحكومه كده عيب. استر علينا يا رب. ان الاراده الحقيقيه هي اراده الناس، اراده الشعب. انا عايزكم تعبروا عن ارادتكم بنفسكم. الشبابيك مفتوحه والحكومه كلها تحت. الارهاب الارهاب لنخلي عيشكوا باب. 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 الارهاب الارهاب ايه؟ السلام عليكم. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الناس جم؟ الناس يا هم. هم دول اللي هيفجروا نفسهم؟ هم دول. هيسمعوا الكلام من غير مناقشه؟ دول فرقات. فجروا في اي حته يروحوا يفجروا؟ يلا في داهية. ضامنهم الناس دي؟ في رقبتي يا امير. والله قلقان من رقبتك. لا الراجل ده الامير ابو امير اللي هو انا فاهمهم. انا فاهمهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا انا عايز دول هم ضامنهم دول؟ ده دول عشان بيحبوك بيعملوا نفس حركاتك. فيهم حد فجر نفسه قبل كده؟ طبعا يا امير. الشاب ده فجر نفسه مرتين. ده فجر نفسه فعلا شبه الفارغ فعلا.
طب انتوا وانتوا جايين كان في حد مراقبكم؟ ايه ده؟ عرف ازاي؟ امير وافكاره اميره. انت ذكي جدا. والله انا حبيته من اول ما شفته. عربيتين امن مركزي ورانا لحد مدينه هنيه والله. ما طبعا طبعا لابسين لبس فرنجه لكن سايبين دقونكم يا اغبياء. عندك حق. دي كانت بتشوكني موت. هي اصلا بقاستي. ثانيه، وايه الارهاب اللي هناك ده؟ عارف هيشبهنا الارهابي ده؟ لا 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 لا. ايه ده منهم؟ ده فرقبتي ده. ماشي. دي المتفجرات الكتير اللي انت لابسها، انت جاي تفرتكنا ولا ايه؟ يا ابني ما الحزام الناسف قبل ما تديه لحد ينسف بيه نفسه لازم اجربه، لو ما تناسفش ما تدوش لحد، لو اتناسف اديه لحد، ما لازم اجرب يا ابني. عظيمه يا مصر. امال ايه؟ 100 100. امال ايه؟ عايز حاجه تاني؟ والقفل ده بقى انت مقفله ليه؟ ما القفل ده بقى اهم حاجه، القفل ده يا اولاد عشان تجبروا نفسكم ان انتوا تفجروا نفسكم. زي اسمه ايه؟ عمر المختار. عمر المختار كان الجيش اللي معاه بيربطوا نفسهم بسلاسل مربوطه في الارض، ليه؟ عشان لما العدو يدخل يقتلهم على طول، ما يقاوموش، يجبروا نفسهم ان هم يقعدوا. عشان كده الحاجات دي كلها. وبعدين ايه؟ القفل ده لعلمك ليه مفتاح. رد. امال ايه؟ القفل ليه مفتاح؟ يا سبحان الله. انت جاي الدنيا جديد ولا ايه؟ أول مرة تعرف إن القفل بيبقى له مفتاح؟ ده عجب، أنا بشوف عجب هنا. لا القفل ليه مفتاح؟ آه. يا أمال إيه؟ طيب. أهو أهو أهو. ده المفتاح بتاعه، بحيث بقى بعد ما أنت بتعمل كده تقفل القفل ترمي المفتاح على طول. يلا مش مهم. وتقوم مفجر نفسك بقى على طول. على طول. معلش معلش بس يا أمير، إيه الزرار اللي أنا دوست عليه ده؟ انت دوست عليه؟ ايه ده اللي بيفجر. يا ابني المفتاح بسرعه، المفتاح بسرعه. تعالى تعالى ابو معروف، تعالى ما يجراش حاجه، معاه مفتاح تاني، معاه مفتاح تاني. خد اهو، خد خد المفتاح ده، روح عند الراجل خليه يطلع لنا نسختين بتاع المفاتيح. ها بس ما تخلوش بقى يضحك عليك يقول لك خد الميداليه دي ويبيعها لك وبتاع. ايوه خلاص. طيب بسرعه. ولا اقول لك هو الراجل عارف شكله. ايه ده؟ انت مفجرنا بالطريقه دي؟ نعم. فجرنا. انا افجركم؟ اه بالطريقه دي. استنى استنى، في واحد عمو. هو انت كنت موصل المفجر؟ المفجر نفسه؟ لا ما كنتش موصل. غريبه، امال فاتوره الكهرباء بتيجي غاليه ليه؟ يبقى كده مش هينفجر الموصل. المفجر مش هينفجر. الواد ده صح، الواد ده صح، برغم ان هو مش صح لكن شكله صح. ابو زعبل. ابو زعبل سجن القناطر اخرك يا ابني. ابو زعبل ايه؟ حد يفك معايا البتاع ده. ما قلنا بقى ابو نسمة. تعالى يا ابو، انت قلت ايه؟ فاتوره الكهرباء ايه؟ ماشي. بالراحه يا ابو نسمة. بالراحه 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 بالراحه. ثانيه واحده ثانيه واحده، لان احنا لسه ما انتهيناش. لسه الديناميت ده لازم لازم الاول لازم نفضي كل اللي فيه. صح. عشان الديناميت ده لو ما فضيناش اللي فيه ممكن ينفجر. هتفجر. ما تخافوش، كل واحد ياخد ساتر، كل واحد ياخد ساتر. ايه ده؟ ايه ده؟ هات 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 اي حاجه اقعد عليها بسرعه بسرعه. هي هي برضو. ماشي. كنت معاهم. ما يا ابني ما هم هنا، روح اقف معاهم. ايه المشكله يعني؟ الحمد لله حولنا الديناميت كله لعسليه. اضرب يلا، اضرب اضرب يلا، اضرب اضرب. وحوش. ارهاب في البر، ارهاب في البحر، ارهاب في الجو. عسليه عسليه عسليه. ايوه.
انتوما. يا الحمد لله الحمد لله. لا مؤاخذة يعني يا عم العميد، احنا سمعنا ان انت جمعنا عشان عملية. جماعكوا عشان عملية إرهابية ضخمة، كل واحد فيكم هيلبس مفجر وهيروح يفجر نفسه في المكان اللي أنا هقوله عليه، عشان عندنا أهداف نبيلة، بس نبيلة نفسها مش عارفة، ولازم يكون كل واحد شايف نفسه إنه يقدر على المهمة دي، خلاص؟ العملية دي بقى ضرب خرطوش؟ تمام كده. نعم. العملية دي ضرب خرطوش؟ لا ضرب خرطوش ده شغل بتاع زمان. يبقى قتل متظاهرين واطفال وكده. لا ده شغل بتاع ناس ما عندهاش ضمير. شويه زيت زيتون على منزل الدعير الزحليق كله. ده شغل الشيف شربيني. زيت زيتون ايه؟ احنا بنتكلم في متفجرات، ناس هيفجروا في نفسهم وفي كل الناس اللي ما لهمش ذنب اللي حواليهم. امال ايه غلبتنا يا كابتن؟ كابتن؟ الامير ابو امير يتقال له يا كابتن. العيال دي والله كويسين، دي بفرقتي انا عارف. انا قلقان من رقبتك ده يا ابو معروف. لا. مش هينفعوني. بيقول لي يا كابتن. والله العظيم انا اصلا نسيت اقول له، ما كانش عندي وقت اقول له انت مين. ما عرفتهمش انا مين. ما نسيت، ما فيش وقت. كان عندك ايه؟ كنت باخد كورسات. كورسات ايه؟ كورسات ارهاب. بره عني هنا؟ ما انت من الفضل يا امير. ما انت مش فاهم يا ابني. ما انت مش فاهم، انت غبي، انت غبي. عايزين نحاول نفهم اهو. ها ماشي. عموما انا هشرح لكم كل واحد هيعمل ايه بالظبط، بس الاول لازم نتعرف على كل واحد وايه اللي عمله قبل كده. جرايا يا ابو البنات، انت جايبنا عشان نتهزق ولا ايه؟ انت جاي تجيب لي منين ولا ايه؟ يلا بينا يا رجاله. قبه اقف يلا انت اهو يلا. وهدخل وكر الارهاب زي خروج ولا ايه؟ كل واحد يعرفني بنفسه واللي عمله قبل كده من سكات. ازاي يعني اعرفك بنفسه وازاي من سكات يا امير؟ انت صح، انت صح. مين ده؟ ده ابو عيشة اللي جاب الفلوس. ده اللي جاب التمويل؟ هو اللي بيمول الارهاب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الامير؟ الامير. كلمة السر؟ انا ارهابي. ارهابي انا ياد السعد ياد الهنا. لو سألتك انت ارهابي تقول لي ايه؟ اقول لك ارهابي ابن ارهابي وكل ارهابي الله عليه. انت الامير؟ طبعا. الفلوس موجودة يا امير؟ فلوس موجودة؟ تمام. واخبار بلدكم الصغيرة اللي مدوخة العالم كله ايه؟ كويسه الحمد لله. كويس. يا سلام، انتوا اللي بتمولونا. ده احنا بص ابعتوا واحنا نقطع على طول. ماشي يا امير. ماشي ماشي. حلو ده. فجرت نفسك ثلاث مرات؟ نعم، مره في افغانستان ومره في العراق ومره في امريكا، والثلاثه في نفس الوقت. لا ثانيه واحده، عديت لك انك فجرت نفسك ثلاث مرات، الثلاثه في نفس الوقت ازاي؟ اقول لك، انا الاول رحت افغانستان لبست الحزام، رحت على العراق حطيت صوابع الديناميت، رحت على امريكا جبت ريموت الكنترول، جيت هنا مصر برنس ماسك ريموت الكنترول قدام التلفزيون، واعد اقلب التلفزيون الحياه والحياه الزرقاء والحياه الحمراء كل القنوات والله برنس. ده ايه ده؟ ده زي ايه ده؟ ده عبقري ما شاء الله. عبقري ايه؟ ده وهمنا دلوقتي. ده مجنون. ده العقل اللي فيهم؟ ده فرقتي. اتفضل. ايه ده؟ اتفضل. انا مش هتكلم عن نفسي كتير، كفايه بس ان اقول لك ان قعدت 17 سنه في السجون والمعتقلات. 17 سنه ظلمه. ظلمه. انت استحمل يا ابني اسبوعين. قعدت ليه 17 سنة؟ ما أنا مش عارف بقى، أنا لو أعرف السبب والله العظيم هرتاح، بس ما عرفتش. 17 سنة، حبسوه ظلم 17 سنة وما تعرفش السبب كمان. هو كان في سبب بس أنا ما فهمتوش. ليه؟ ما بعرفش أتكلم ألماني، ما بفهمش الألماني. أنت كنت محبوس في ألمانيا؟ كنت مش باين عليا؟ وأنت إيه اللي وداك ألمانيا؟ أنا كنت رايح أتعلم ألماني. وتعلمت ألماني؟ لا ما اتعلمتش بقى، ما انا قعدت 17 سنه مسجون، هتعلم فين بقى وامتى وازاي؟ اتعلم فين ايه؟ كل اللي حواليك الماني يا ابني، ما اتعلمش منهم ولا كلمه. ايه؟ كل اللي حواليا كانوا بيتكلموا الماني؟ يعني اللغه الغريبه اللي كانوا بيتكلموها دي كانت الماني؟ مالك؟ رجلي الماني. الواد ده مايع بس لذيذ. رجلي الماني. ايه؟ دي العدس اصل عمرها صغير والله. هيموتوا بس يبسطلهم حبة في الحياة. ماشي. يلا ابدي اللي عنده حاجة يقولها. عموما أنا كده عرفت إيه يعني أنتوا إيه تاريخكم وإيه العمليات اللي عملتوها، دلوقتي بقى هيجي دوري إن أنا أقول لكم على الخطة اللي أنتوا هتعملوها. بس أنا لسه ما قلتش على تاريخي. لا معلش عايز خالص. لا أنا عايز أقول تاريخي يا كوسة حتى في الإرهابيين. تاريخك باين عليك يا ابني كفاية. لا هقول تاريخي. يا ابني مش محتاج أسمع تاريخك خلاص. على الطلاب الثلاثة لو قلت تاريخي ودلوقتي. اتفضل قول تاريخك.
ولد المجاهد سحلب أبو فتلة سنة 1990 أول من استخدم البزازة كمولوتوف. كان يتميز بالطائفية والعصبية. كان يقرأ أنت هتحكي لي من 1990؟ 20 سنة هيعدوا هوا، اصبر بس هقولهم لك. خش على المفيد. المفيد، سنة 1995 أقلعت عن ارتداء البامبرز، ومن هنا ابتدت حياتي العنيفة. ومن هنا خمس سنين بتلبس بامبرز؟ اقعد اصبر، اقعد. طالما بتتريق علينا قول لنا تاريخك أنت يا عم الأمير. تاريخ أنا؟ ايه انت بتضحك على ايه؟ عظمه يا اخي. انا بقول تمهيد لحاجه هقولها. ما انا بمهد معاك. طيب هقول انا وانت خش ورايا. ربنا يستر. تاريخي، عارفين البرجين اللي اتفجروا في امريكا؟ بعديهم في شارع شمال كده، واخد بالك؟ بتخش فيه بتلاقي اخر الشارع واحد بتاع رز بلبن، بس هناك بيسموه رايس اند ميلك، وبيبقى فيه فوق الوش شويه ناتس. ايه الناتس دي؟ والله ما اعرف يعني ايه. بعديه بقى بتلاقي فيه واحد كان جايب عربيه 4x4، ده كان صاحبي، بس ايه مش رشه دواخل. بقول لك يا امير، صاحبك وعربيه المساله عوقت. انا ما حكيتلكوش على صاحبي؟ لا. بص الموضوع ده هيطول شرحه، انتوا روحوا فجروا نفسكم وبعدين ما ترجعوا ان شاء الله بقول لكم. لا انا اسمعها دلوقتي. سؤال بس يا امير، هو مش اللي فجر البرجين كان أسامة بن لادن؟ لا، هو بن لادن فجر بس ما نفذش. فجر بس ما نفذش. ورجلي ألماني و مثل أنا عمري صغير زي الناس دي والله. احنا جايين نفجر مش نقلش يعني. هموت أصلي بعد شوية فا يلا. ماشي. حضرتك عايز حاجة؟ عايزين نسمع الحكايه دلوقتي. لا انا الحكايه احكيها لكم بعدين عشان هنضيع وقت. مش هنفجر نفسنا لما نسمع الحكايه دلوقتي. يلا بقى هحكي لكم بعدين. لا يلا بقى هنخلص بعدين يعني عشان والله خساره فيهم يفجروا نفسهم العيال دي. عموما انا هحكي لكم على كل حاجه، بس الاول اقول لكم ازاي تعملوا المتفجرات. هبتدي معاكم الاول بالمولوتوف، وبعد كده اخش مع مرحله القنابل اليدويه والقنابل البدائيه، وبعد كده اخش على الحزمه الناسفه بقى. ماشي؟ يلا يلا هشرح لكم دلوقتي كيفيه عمل المولوتوف. المولوتوف الاول بتجيب ازازه بيره بتكون مشبره، ولازم تكون مشبره، جيبوها لي اشربها وبعدين نملاها احنا بقى. هنحط بنزين. انت بتشرب ايه؟ ده المولوتوف يا له. اي حاجه بتشربها؟ ما مش عارف. امسك نفسك، امسك نفسك. طب هموت؟ لا مش هتموت، انت اصلا عمرك صغير يعني. دلوقتي ادي ازازه المولوتوف. هنجيب ثانيه واحده، ثانيه واحده، معايا اتصال نقول الو. الو، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم سي الامير لو سمح؟ انا الامير، انت مين؟ انا ام ايمن. والله العظيم ده انا بحبك انا وجوزي والعيال. يولع جوزك والعيال، المهم انت. ده انت اغلى عندي منهم كلهم. ربنا يخليك. عايزه تساليني في ايه يا ام ايمن؟ معلش انا كانت فاتتني الحلقه بتاعت القنبله البدائيه، وعايزه اعرف هي بتتعمل ازاي. القنبله الابتدائيه اعملها لك انا، ما تقلقيش. عايزه تسالي في حاجه تاني؟ اه، كان عندي استفسار. دلوقتي لو عايزه اعمل قنبله اكبر عشان افجر ام فاروق جارتي، اعمل ايه؟ تفجر ام فاروق جارتك؟ اه. هي ام فاروق دي تخينه؟ دي قنبله بس ولاعة، وتحتيها ولاعة على طول. وانا جاي لك انا. ها ام ايمن، مع السلامة. ام ايمن مع السلامة. دلوقتي طريقة عمل المولوتوف سهل. ايوه اتفضل. هو ممكن بدل ازازة البيرة ممكن نجيب ازازة بيرفيوم؟ بيرفيوم؟ يس. بيرفيوم ده لو رايح تفجر سيتي ستارز. يا المهم بعد ما عرفنا افتح شوف مين. مين اللي بيرزع على الباب ده كده؟ شوف مين. مين؟ انت بتسألنا انا؟ مش انت عارف كل حاجه؟ لا روح الناحيه الثانيه يعني. بص اهو عديني بقى وروح، عديني وروح. ده ليه؟ لا ده عشان كده اهو. افتح يا عم، انا الدليفري. ده بيقول انا دليفري. بيقول لك انت دليفري؟ بيقول انا دليفري. يا نهار اسود، ده انا هنفخ له وشه. روح شوف. تعالى. اوعى يا عم نزل ايدك. سلام عليكم. وعليكم السلام.
نزل ايدك دي اهو، اوعي ايدك واليونيفورم يا عم. احنا خلصنا من دريفر اما توري يونيفورم. انت عارف اصلا يعني ايه يونيفورم؟ اقعد يا انت مين يا يا ابني، ما تنرفزونيش كده يا انت، هتكفيني على وشي انا، ما تنرفزنيش عليك يا ابني. في ايه؟ اقعد يا جدعان. في ايه يا جدعان؟ انتوا بتدوني كده ليه؟ يا عم في ايه؟ ما تسوقنيش. انت مين يا؟ طب نجيب مضارب بقى ونلعب بقى. مين ده؟ مين ده ابو معروف؟ انت مين؟ ابو شقره. ايه ده؟ ابو شقره يعني ايه؟ يعني بنته شعرها اصفر. ابو شقره بنته دي يا ابني. في ايه؟ ما تنرفزنيش عليه. الواد تعبان في دماغه ولا ايه؟ بقى هو انت اللي بتزقني وانا بكلم يا ابني؟ ما تنرفزناش. ما قلت ربنا. ايه بتقول ايه؟ انت عايز تضربني؟ انت كنت ببرتم بتقول حاجه؟ انت عايز تضربني؟ ما انت كنت هتكفيني على وشي وانا جاي. يرضيك كده؟ يرضيني. انت جاي عايز ايه؟ وانت عشان زمايل؟ عشان زمايل. انت جاي عايز ايه؟ جايب لكم الكباب. مش انتوا برضو طالبين 9 كيلو كباب؟ لا عم احنا مش بنحبه. ايه ده؟ مش بنحبه ايه؟ مش بنحب حد يسمع كلمه كباب ويقول مش بحياة. ها ابو معروف جننت في دماغك ولا ايه؟ فعلا ناس ليها كباب وناس ليها الضرب بالشبشب والقباب. يا ابني ما تنرفزنيش عليه. ما ناس ليها الجزمه بس انا مش عايز اضربك بيها. تعال سيبه دلوقتي. ترن ترن ده حاطط التليفون الارضي في جيبه. ده عشان صحابه كده. ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ ما تطلع النبي كده. في ايه؟ عم يا عم ساعه عشان معاه التليفون. الو الو. مين معايا؟ انا وزير الداخليه. ده انت بقيت صاحبي بقى. يبقى فاضي اكلم مين؟ اكلم ابو معروف بقى يرضي معايا. انت ايه؟ ما انش عندك شغل في الوزاره؟ روح يابا روح يابا عشان هنيجي نفجرك بعد شويه. والله عايز ايه؟ اسمعني كويس يا ابو معروف. ما انا سامعك يا عم. عايز مني ايه؟ الكباب وصل اهو والسلطات وصلت. ما اكيد جوه. ادفع بقى الحساب. قال لك ايه؟ قال لي ادفع انت بقى الحساب. ده مين؟ ده كمان الشناوي. خلاص ادفع انت بقى. ادفع انت. هو انت بتجيب لي ناس يا؟ ولا وتطلبني ناس عشان يضربوني؟ يا ابني هموتك يا ابني. معاك دقيقة 010؟ نعم. دقيقة 010؟ بص مالكش دعوه بيه ومالكش دعوه بيا واتكل على الله يا ابني. اتكل على الله. انا جبت الكباب في المكان الصح ولا في المكان الغلط؟ في المكان الصح. ليه بتسال؟ عشان انا نحس. انت نحس؟ ده انا كنت مفكر نفسي نحس يا جدعان، بس الحمد لله جبت الكباب في المكان الصح. الحمد لله. ايه ده؟ ايه ده؟ اول مره اشوف صابع ديناميت ماشي بيتكلم عادي كده. سبحان الله. شكرا. يعني انت على طول نحس كده، كل مكان بتروحه بيطلع غلط؟ يا استاذ. ليه؟ ايه اللي حصل؟ مره كنت رايح عشان اوصل اوردر، فبخبط على شقة لقيتها والعياذ بالله شقة مشبوهة. قلت الحمد لله، ساعة الحظ ما بتتعوضش. لسه هخش طبت عليا مباحث الأداب. طبعا اتنكرت في شكل ملة سرير. ده أنا لذيذ قوي. لا نزلت ملفوف في ملاية. إيه؟ نزلت ملفوف في ملاية. نزلت ملفوف في نص ملاية بقى. شفت نحس أكتر من كده؟ لا في نحس أكتر من كده. إيه فين النحس اللي أكتر من كده؟ إيه تاني حصل لك؟ رحت في مرة عشان أوصل أوردر، ببص لقيته راجل مخدرات. ببص راجل مخدرات. الراجل اللي هو بيبيع الحاجات الوحشه دي. المخدرات. وهوب قام طبب علينا بوليس المخدرات. بوليس المخدرات. المهم ده كله غلط. ها انت دخلتك غلط اساسا. ها انت يا عم بتبص لي كده ليه؟ يلا يا عم مالكش دعوه بيا. معلش معلش. هو ايه يا جدعان؟ هو ايه؟ مفيش احترام للاشقيه خالص ولا ايه؟ يا حول الله. يا جدعان في ايه بس؟ اعمل له ما ايه؟ ما تعملش انت عنك انت. انا عامل خاطر عشان حضرتك كويس. لا اعمل حاجه وريني هتعمل ايه؟ يعني انت كده نحس؟ انا كده نحس. طيب انت عارف الناس اللي قاعدين دول قاعدين على ايه؟ قاعدين على ايه؟ تبقى عارف بس. لا مش اللي قاعدين عليه دي ماده متفجره. امال ايه؟ يعني ايه؟ يعني المكان ده بقى انحس حاجه انت رحتها في حياتك. اقعد والنبي خلاص انا اسف مش هخش تاني. اقعد حاسب انت قعدت على الحزام الناسف. ايه؟ حزام ناسف. ناسف ولا طاري؟ طب تعالوا لي بقى. يلا يا جدعان في ايه؟ شنوا رابعه. شنوا رابعه. شنوا رابعه ويطلع يا جدعان. انتوا نفسيتي بقى بس بقى وانت شبه التوفي بالليمون كده. Roma.
روما. ناسف ولا طاري؟ سمعت قال لي ايه؟ ده اي فنان. وانت قلت بن لادن فجر بس ما فجرش. لا ده انا بجد بتكلم. بس تلاقي واد عمره صغير معانا. ايوه. مدام يعني كده. وديتوه فين؟ في البحيره اللي يمه الشلال. في بحيره عندنا يمه الشلال؟ ما تقلقش يا امير احنا تويناه. ماشي. طيب ثانية واحدة بس، ثانية واحدة عشان في حاجة معانا، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ يا امير يا امير. ايه ده؟ مزة؟ احترم نفسك انت. هو مزة ايه؟ دي الجماعة. طب ما هي الجماعة اليومين دول بقت منحلة. حتى الواد ده لذيذ. يا نهار اسود. احترم نفسك، الجماعة دي مراتي، وشك في الحيط انت وهو. اتفضلي يا حاجة. يا امير الحقني يا امير. الحقني يا امير. وانا بستحمى دلوقتي طلعت لي حاجه كده من البانيو زي ما تقول راجل ولا ايه، لابس تيشيرت اصفر وعمال يقرب عليا قوي. اقول له لا بشوش عليا، ده انا واحده نيه. فقام بص لي كده، قلت له لا مش هينفع بقى. رحت واخداه ورميته في عين الحلواء وشدت عليه السيفون. رميتيه فين؟ في عين الحمام. لا انت ما قلتيش كده. لا قلت الحمام. لا والله ما قلت كده. متوتره يا امير. عين الحلوان، عين الحلوان، رميته في عين الحلوان. اصلا عين الحلوان دي؟ عين الحلوان ما هي عين الحلوان دايما دي. يعين الكنيف يعني. وشديت السيفون. يلا خلصنا منه، بس كنا نحاسبه الاول برضو يا اخي. يلا ايه ده يا امير؟ رجاله؟ لا يعني فيهم حد شبه رجاله. رجاله ماشي. اعرفكم دي جهاد. ايه جهاد؟ جهاد. لا 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 انا جهاد. انتوا فاكرين جهاد ايه؟ لا مش دي، دي جهاد المدام. طب نبص عليها بصه بس. والله انتوا يعني بصوا، انتوا تتحملوا نتيجه بصيتكم، انا اخليكم تتوبوا دلوقتي. بص لهم يا حاجه. ها دي مش جهاد، دي عايزه اجتهاد. دي ارفع حاجه فيها صوتها. جريت انت وهو. والله انا شايفها حلوه وكيوت يا واد يا سمباتيك يا محشي بالفريك. وانا واقف وانا واقف قلبي. يا عم الارهابي انت عبيط ولا ايه؟ خلاص يا امير عرفنا بالرجاله. كل واحد عرف نفسه. يلا ابو سمسم. ابو زعبل. ابو فتله. ابو العربي. ام المصريين. ها جاهزه انت دلوقتي يا حاجه؟ جبت كل حاجه. طب يلا بينا. يلا يلا والكاميرا موجوده دلوقتي. قبل ما تفجروا نفسكم لازم نوصل رساله للعالم كله من خلال صور فوتوغرافية هتتصوروها دلوقتي من خلال خلفيه منظر، بحيث الناس ما يعرفوش انتوا بتتصوروا فين. الصوره دي هترعب العالم كله، تخلي العالم كله يخافوا مننا، يخافوا ان احنا نفجر فيهم زي ما انتوا هتفجروا نفسكم. هات لي المنظر ابو معروف. حاضر. خد معاك حد. حد يجي والنبي. ابو منظر تعال معايا. طب بقول لك ايه يا امير لو سمحت. ايوه والله كنا عايزين نفجر متحف الفن الحديث. متحف الفن الحديث؟ ليه؟ رحت امبارح اتفرج على كام لوحه هناك، ببص على لوحه منهم اتسرعت، المنظر القذر ده، فناديت على الواد من واقفين قلت له خد يا واد، هو ده الفن الحديث اللي بتقولوا عليه؟ قام بص لي كده قال لي يا حاجه دي مرايه. عشان تعرف انا مستحمل ايه، عشان تعرفني، عشان تعرفي ليه شايل كل المرايات هنا من الوقت. ماشي يا امي. ماشي ماشي. ها فين يا ابن المنظر؟ اهو مازنجر الارهاب. هو ده هو ده. ارجع ورا خطوه. يلا يا جماعه كله قدام المنظر. يلا جهزوا الصوره يا حاجه. يا امير يا امير. نعم. قبل الصوره ممكن يلبسوا الدقون عشان الصوره تطلع حلوه. يا سلام خبره خبره. هات الدقون. فعلا فعلا شكل. او انت صح انت صح. اتفضلوا البسوا الدقون. انا 43 البني دي. ايوه ده 43 بني. انت 43 بني. انت 43 بني. انت 43 بني. رد يا جزمه. اتفضل يا حاج. يلا يا شباب قولوا تشيز. يعني يعني تشيز. قولوا جبنه. جبنه جبنه جبنه. يا سلام. انتوا طالعين رحله ولا ايه يا حاجة؟ جبنه ايه؟ انا عايز صوره فيها رعب. عايزكم ترعبوا الناس. يا امير يا امير صوره فيها رعب نديهم المسدسات والبنادق. انت صح. ايه ده ارهابي ده ولا مساعد مخرج؟ انا مش عارف. يلا يا شباب. انا ال 45 السودا دي. ايوه 45 سودا. والله يا 45 والله ما افتح بوقي تاني. يلا
45 سودة. والله بجتهد. يعني قول 45 سودة؟ ايوه. ماشي يا بنص. يلا يا حاجة. عايزة شر يا أمير؟ شر، صورة فيها شر. يلا يا شباب. ها؟ تمثيل اسكندرية، تمثيل استوديو مصر. تمثيل اسكندرية، تمثيل. ثانية واحدة، ثانية واحدة يا حاجة. تعالى يا أم عرب. خليك بس. اتفضلي يا حاجة قولي. يلا. تمثيل اسكندرية، تمثيل استوديو مصر. ايه اللي لافت نظرك ورا يعني؟ يعني انت شايف ايه احنا مش شايفينه يعني؟ ايه؟ قولي تاني. تمثيل اسكندرية، تمثيل من هنا. ها؟ تاني؟ اه. طب ما خلاص بقى كده، انا اصور بقى واظبط الحاجات دي فوتوشوب بقى. عايزين صورة كمان. صورة تانية؟ يلا حلو قوي كده، كده حلو. والاستلام امتى بقى يا حاجة؟ بكرة ومعاك صباطين موز. الاستلام امتى يا حاج؟ بكرة ومعاك ثلاث صباطات موز. ايوه يعني الاستلام امتى؟ بكرة وتعالى كل الموز. هي كان قصدها تقول انك قرد يعني، بس هي مش عارفة تقول كويس، معلش. شوف عشان أمير متجوز واحدة مفخخة. اه والله. ها؟ خلاص خدنا الصور، شيل الدهون، شيل الدهون، يلا جهزوا عشان في دلوقتي قناة هتيجي تصور معاكم. القناة اللي هتيجي تصور دي عايز كل واحد يقول هدفه ايه من التصوير، كل واحد يقول ايه الرسالة اللي هيوصلها للعالم كله من اللي بيصدره للناس. قناة ايه دي يا أمير؟ يا رب تكون قناة التت. أنا عارف إنك نفسك ترقص. لا مش هي التت، قناة هتصدر الإرهابيين، يبقى قناة الجزيرة. افتح افتح. مين؟ هو انا الباب. افتح. مين بيرزع على الباب كده؟ اكيد قناة الجزيرة. افتح. اه طيب. مين؟ افتح، احنا قناة الجزيرة. ايه ده؟ قناة الجزيرة. انت متفاجئ على طول كده. ايوه ما احنا مستنيينهم. انتوا مستنيينهم؟ اه احنا كلنا وانت معانا. والله العظيم. وانت مش مستني؟ طيب ماشي. انت ايه؟ اعمل ايه؟ نفسي اعرف بتاخد ايه؟ نفسي اعرف بتاخد ايه؟ مش حاجه بتعمل كده ابدا. لا ايه، افتح. افتح الباب؟ امال تفتح ايه؟ دلوقتي يعني؟ اروح؟ لا استنى استنى استنى. افتح افتح. طيب ماشي. خشوا. يلا يا مجدي، ما قدمناش اي وقت النهارده، يلا بسرعه. اهلا وسهلا حضرتك، انا الامير. لا مفيش انا ومفيش هم ومفيش احنا ومفيش وقت لاي حاجه خالص. سيبه تعال 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 بس كده، تعال كده وصلي على النبي، بس كده. سيبه خالص. حضرتك انا الامير. لا هم... انا الامير حضرتك اللي... انت ايه؟ انت ايه؟ بص انا دلوقتي بتكلم اهو، فانت المفروض ترد عليا. انت ايه؟ انت ايه؟ انت بني ادم ولا انت ايه؟ قول لي. اذا في حاجه غريبه دخلت ركنت هنا. قناة الجزيرة وده المصور اللي هيصورنا. اه سيبه يقع لوحده، يلا يا مجدي. يلا حضرتك انا اللي. لا خلاص انا هبدا على طول. نحن الان سادتي تحت احد اهم كبار القاهره. انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت حاجه؟ انت حاجه معروفه؟ ادرو يعني؟ ازاي ده؟ كنا هربان من محل لعب ولا ايه؟ قال لك ايه؟ ده مش عايز يرد عليا خالص. يمكن مش شايفه؟ سيبه دلوقتي. يمكن. لف يا مجدي،
لف يا بابا. انت يا ابن الصين هي اللي بعتك؟ انت صيني؟ انت ولا سيبه سيبه نصور بقى وخلاص. ده معناه كده ايه الجمله؟ ماما انت بنيني يا بلا. هو اللي صيني؟ انا شفت العجب الدنيا. معلش معلش ماشي. يلا هيصورنا دلوقتي مجدي. يلا. لف الكاميرا لو سمحت. لف الكاميرا يا مجدي. يمكن ما اسموش مجدي. لو سمحت لف الكاميرا لو سمحت. ايوه الكاميرا مش وشك. لف الكاميرا كاميرا كاميرا لو سمحت. ايوه يلا اتفضلي. انزل يا انزل. احنا كده بنصور سر الارض يا جدعان. النومه دي حلوه قوي. قوم يالا من هنا. يالا قوم يالا. هتشبه الارهابيين كلهم يالا. انت يا ابني ينفع اللي انت عامله في الرجاله ده؟ ثمان شباب ما قعدنا كده. ثمانيه انت عديتنا غلط. تعال انت مريض يا. بصي غصب عنه هنصور. يلا اتفضلي حضرتك. احنا فين؟ نحن الان ساديه تحت احد اهم كبار القاهره، حيث توجد مشكله كبيره الا وهي اطفال الشوارع. كيف لدوله عظيمه مثل مصر ان تترك هؤلاء الاطفال وتهتم بالمتشردين في الشوارع؟ ونحاول الان ان نجري حوارا مع احدهم. اسمك ايه يا حبيبي؟ ابو زعبل. ده اسمك؟ زعبله. اسمك ايه يا بابا؟ ابو سمسة. اسمك ايه يا امور؟ ابو فتلة. وده اسم عين؟ مش طفل. الواد بقى لذيذ والله. هو في حاجة غلط. اكيد في حاجة غلط. طبعا في حاجة غلط. يعني حضرتك اطفال شوارع ايه داخلة في وسط الوكر وتقولي لا لا خلاص انا عرفت احنا فين. نحن الان سادتي في المسرح. هل تجثث قتلة؟ مشرحة فعلا. والنبي يا عم المشرحة مش ناقصة قتلة. قوم يا عم قوم يا عم صور انت يا عم اللي هناك. انت ايه؟ يمكن يفهمك كده. هتودينا فين تاني؟ هننزل تحت الارض عشان نفهم انت ايه؟ تعال ابو معروف تعال يا ابو تعال مالكش دعوه بيهم هم فاهمين شغلهم. تعال حاجه يا صاحبي. معلش ها اتفضلي. نحن الان سادتي في المسرحه حيث توجد العديد من جثث القتلى التي قتلتها ايدي النظام البارد، ونحاول دلوقتي ان احنا نجري حوار مع احدهم. اسمك ايه لو سمحت؟ القتيل ابو سمسم. اسمك ايه لو سمحت؟ ايه ده انت شايفاني؟ ني 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 جرأة. الإحساس نعمة يا ابني. إحساس نعمة. الله. ما هو فعلا عمره قد في الفرقة هنا.
ولو ما كنتش قتيل هقتلك. والله انا قتيل بس مش راضي اقول. قول لي النظام قتلك ازاي؟ لا مش هقول لك، مش عارف ليه مش حبك. في حاجه غلط برضه. في حاجه غلط حضرتك داخله وكر ارهابيين هيفجروا نفسهم، شويه تقولي اطفال شوارع وشويه تقولي مقتولين في مشرحه. حضرتك كل ما بتختلقوا حواديت وحكايات الناس ما بتصدقكوش. احنا ارهابيين رايحين نفجر نفسنا في مصر كلها عشان الناس غصب عنهم يخافوا مننا فيحبونا، لو ما حبوناش هنقتلهم كلهم، نقتل 95 مليون عشان في النهايه نحكم نفسنا وبس. ودي كلها اهداف ساميه، وساميه عارفه وساكته، وانا عندي هدف نبيل، ونبيل اتقتل اول امبارح. عايز حاجه تاني؟ الحق يا امير. مجدي يبص لي في عيني. يا مجدي ما تبصليش في عيني، انا مش خايف منك. وانت انا عشان كده وانا كده هتت اهدى 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 وقلنا لا اتفضل. هو انا ازاي ما سجلتش معاك؟ ما انا من الصبح عمال اقول لك، عمال اقول لك ان انا الوحيد المسؤول عن الوكر ده كله، انا الوحيد اللي بدرب كل الارهابيين اللي مش بس في مصر، في كل حته في العالم العربي لغايه ما نفتته كله. عظيم جدا، انا لازم اسجل معاك دلوقتي. يلا اتفضلي. مجدي لو سمحت ممكن بس تهزه شويه؟ عايز ايه يا حبيبي؟ هزه شويه. هزه؟ اه. ان شاء الله بكره بعد الصلاه باذن الله. قالت لك ايه؟ بتقول لي هزه. هزه. ده انا لو شلت هبت في السقف هيفضل عامل. طب زق يا ابني، اصحى يا ابني المدرسه، اصحى عشان المدرسه. انت عندك امتحانات والله، ده اللي عامل فيك كل ده. انت عارف ربنا هيكرمك والله. انت ايه؟ سيبه ابو معروف. طب انت بتسقي ولا انت جيب لك عسيك؟ يمكن تطرح حاجة غريبة. ايه؟ عجيب مية وسيك. سيبه في طينة. نحن الآن سادتي مع أحد الاستشهاديين الذين يحاول تفجير نفسه في القاهرة، نحب نتعرف باسم حضرتك. أنا أكيد مش هتقدر تقول اسمك، أنت في منتهى الذكاء عشان محدش يعرفك. ممكن أعرف أنت ليه عايز تفجر نفسك؟ بالنسبة لي طبعاً مفيش أي كلام ممكن يتقال على اللي أنت عايز تعمله، بس أنت عايز توصل لهم فكرة صح؟ بالظبط. واكيد الفكره دي وصلت لكل الناس، بس اهم سؤال دلوقتي، انتوا عددكم قد ايه؟ احنا عددنا 95 مليون. 95 مليون واحد عايز يفجر نفسه؟ الشعب المصري كله عايز يفجر نفسه؟ كم انت عظيمه يا مصر، هو ده اللي مستنينه منكم يا مصريين. كانت معكم شهيره عمار. يلا يا مجدي. حد يقتلها الست دي. يلا يا مجدي. سيبنا احنا مجدي بقى، سيبنا احنا مجدي. تعالى. شفت وديت الواد بتاع، تعالى هنا. تعالى الواد بتاع الدليفري وديتوه فين؟ معاه. استنى بس، استنى يا عم. بتعمل ايه؟ بشوش على الجزيره. يلا قدر. بس انت ما تشغلش دماغك بالناس دي. ده انا ما انا ما روحتش جنينه الحيوانات قبل كده، ما اعرفش. لا لا يا انت، ياما هتشوف، ياما هتشوف طول ما انت معاه هتشوف. طيب ها خلاص يا رجاله جاهزين؟ عايزين بقى ننجز يا عم الامير، واتكلمنا في الاجر بتاع ام العمليه دي. بص يا جماعه، الاجر والثواب عند الله. لا معلش بقى، بحبح ايدك معانا باي حاجه، مش هينفع. مش هينفع يعني ايه؟ يعني مش هينفع. ماشي يا جماعه، الفلوس موجوده، والراجل جايب الفلوس والشنطه دي مليانه فلوس. انت معاك قد ايه؟ معايا 2 مليون بلبل. ايه؟ قال حاجه فيها طائر. ايه؟ ايوه ايوه مش فاكر. 2 مليون بلبل؟ ايوه. دي عملة قطر البلبل؟ ايوه. ايه 2 مليون بلبل دي؟ 2 مليون دولار. طيب بص ابو معروف، ابو معروف احنا معانا مبلغ ضخم. ايوه تعالى، امال مين؟ روح قول لهم معانا مليون جنيه هتتوزع علينا كلنا. ها ماشي. يلا مليون جنيه، لان احنا اللي بنتعب، واحنا اللي بنشقى، واحنا اللي بنخطط، واحنا اللي بنرسم الخرايط. هم بيعملوا ايه؟ كل واحد يعلق الحزام الناسف وبالكتير يدوس على الزرار ينفجر. قال يعني كده عمل حاجه يعني. عندك حق، عندك حق. يلا يا ماشي. يلا بصوا يا رجاله. ايه ابو معروف؟ ايه تعال. طب بعد اذنكم بس ثانيه. حاضر. انا متهيألي مليون كتير قوي عليهم، يعني هيعملوا ايه بالفلوس دي؟ صح. ها روح قول لهم نص مليون، واحنا المليون ونص، مش كده؟ ماشي. نوزعها علينا احنا، كل واحد 100,000 وانا الباقي يعني. يلا طيب اتكل على الله. بصوا يا رجاله، ايه احنا هنعمل دلوقتي؟ ابو معروف تعال 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 معلش. طب بعد اذنكم بس ثانيه. حاضر. قول لهم 100,000 جنيه بس. طب ما نقول لهم 50,000.
ما انا مش عايز اضغط عليهم يعني، اصل انا قلبي حنين يعني. خلاص يا امير عشان خاطر يا نقول لهم 10000 جنيه يلا. طيب بصوا يا رجاله ايه حاضر ومعروف لا اما انا فهمت دماغك خلاص تمام. بصوا يا رجاله على الطلاق ما باصص. بصوا انتوا انا شعري قصف من كتر ما بقت لوح كده. بصوا يا رجاله احنا هنعمل العمليه دي لوجه الله واحتمال نلم من بعضينا كمان. لا يا حبوب الكلام ده في برنامج صبايا الخير مش معانا. ايه ده ايه ده ايه ده يقلبوا عليكم ليه يا امير؟ يا جماعه يعني ما تقدروش تشيلوني؟ ده اول تعامل بيننا وبين بعضينا يا جماعه. انتوا لو ربنا كرم وفجرتوا نفسكم وتفجيركم عجبني هعوضها لكم العمليات الجايه ان شاء الله. نشيلك فوق كتفنا والله يا امير، بس ما فيش حد بيفجر نفسه بلوش. يعني يرضيكوا ادفع من جيبي؟ معلش يا امير بحبح ايدك باي قرشين للورثه واحنا بعد كده من ايدك ليه لدي. ماشي عايزين كام؟ كرمش ايدك بس في 2000 جنيه كده لكل واحد والمره الجايه يبقى لينا كلام. تادي نايت تتكلم عن نفسك 2000 جنيه على الطلاب الثلاثه ما نفجر نفسنا اقل من 2500 جنيه. 2500 جنيه ماشي ماشي هدفع من جيبي بقى غصب عني هتنزل تحت على المخزن. ايوه 10000 جنيه تطلعهم لي على هنا. ها ماشي يلا اتكل على الله يلا. سلام. انت اللي هتروح عشان انا مش فاهم والله. انا بس كنت قلقان عليكم يعني انتوا هتاخدوا الفلوس هتعملوا بيها ايه يا جماعه؟ ممكن تشربوا مخدرات ولا تشربوا سجاير وده غلط عشان صحتكم قبل ما تموتوا يعني. انا بصراحه نفسي في شقه. انا نفسي في عربيه. وانا نفسي في فيلا. وانا نفسي غم عليا. الواد ده لسه لذيذ. دي جمله عاديه. انت جايب ايه يا عم؟ بقول لك 10000 باكو لوحده 10000 دول داريهم. ها طيب ال 10000 كل واحد 2500 يا رجاله هتروحوا مع ابو معروف دلوقتي هتنزلوا على المخزن هيلبس كل واحد فيكم الحزام الناسف وبعد ما تنسفوا نفسكم اديهم الفلوس. ها حاضر يلا يلا يا اخوانا ورانا كده عشان نروح للمخزن. يلا يلا بينا يلا يا رجاله. سلام يا امير حصل لنا التفجير. كله في طابور كله في طابور. تعال 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 كده ولا واحد فيهم هيطول مليم وحتى ابو معروف ده لو جه مش هياخد او جه ابو معروف طبعا انا وانت وهو هنقسم الفلوس علينا. طبعا الشنطه دي لو اتفتحت وانا مش هنا مش هعمل يعني هخرب الدنيا. انا فاهم انت هتعمل ايه. انت مش فاهم انا فاهم انت هتعمل. بقول لكم ايه الشنطه دي مش هتتفتح غير بكره الصبح. خلاص بكره الصبح الشنطه معايا وروح انتوا بس اظهروا معاهم عشان ما يحسوش بحاجه. تمام يا امير تمام يلا اتكلوا على الله. يا 2 مليون دولار اخيرا اكبر عمليه في حياتي 2 مليون دولار بدل العمليات الصغيره عمليه واحده كبيره اقضي بيها بقيه حياتي. يا حاجه. ايه يا امير؟ تعالي يا حاجه تعالي تعالي احنا بقينا مليونيرات. ايه بقينا مليونيرات مليونيرات معانا فلوس كتير معانا فلوس كتير. يا نهار اسود انت مديت ايدك على الحرام. حرام مين؟ اقعدي يا حاجه هعمل لك مفاجاه جامده. بص الناحيه الثانيه اهو بصي. ايه رايك في المفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ ايه ده؟ حسيتي بحاجه؟ ما حسيتيش بحاجه. فلوس ايه دي؟ فلوس مين ولا فلوس إيه؟ هم اساسا كانوا مستنيين نقسمها. احنا مش هنقسمها هاخدها انا وانتي وناخد الفلوس ونهج يا حاجه من هنا. نروح اي حته تاني غير الشقه دي. ايوه بالظبط نروح اي حته في العالم. المهم انا عايزك ايه تتفاجئي بالفلوس. بص الناحيه التانية وهتيجي تبص تاني هفرجك على الفلوس. ماشي. بص الناحيه التانية. ها 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 ايه رايك؟ لا بص الناحيه التانية. ها 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 شفتي ايه؟ ما شفتش حاجه. طب بصي الناحيه الثانيه. ها ها ايه ده؟ يا نهار اسود طب لا ده حجر. ده حجر هشمه اللي هو بيبقى واجهات العمارات ده المتر ب 200 جنيه بالتركيب والمونه ده بيترش بالميه ده بيبقى زي الفل. ايه ده؟ الورقه دي كمان؟ ده جواب من ابو عيشه للامير شكرا لحسن تعاملكم معنا. يعني ايه؟ يعني انا اتنصب عليا؟ يعني شقى عمري راح؟ شقى عمري راح؟ وفي حد ياخد شنطه من غير ما يفتحها يا امير؟ ما فتح الشنط ده كان مسؤوليه التفاس وابو دهشوم. شقى عمري راح؟ لا يا امير ما تقتلش نفسك. انت مش خاسره المسدس يا وليه؟ شقى عمري؟ لا يا امير ما تقتلش نفسك يا امير. شقى عمري؟ ما تقتلش نفسك يا امير. الملاحه الملاحه وحبيبتي ملوك الراحه.